اللي نطمنكم هو ان الاشراف معناه هو اشراف بيداغوجي نظامي معناها موثوق به كما قلت من قبل سواء من قبل من انجزه من المعلمين والاساتذه او من قبل المتفقدين اللي اشرفوا على عمله. تفضل. بالنسبة للاختيار ثمش أبيل دوفر ثم أبيل دوفر للتطوع للتطوع ثم دعوة للتطوع ودعوة للمساهمة في الجهد الوطني. طبعا الدعوة هذه توجهت عبر المسارات المعروفة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوزارة يعني عبر في اتجاه معناها اي ما لا معنى في علاقه بالمتفقدين وفي علاقه بالادارات الجهويه يعني ما لكن كما قلتي معناها الوقت كان مستعجل والنداء عاجل. المهم في كل الحالات احنا حلينا الباب للمبادره العامه قلنا كل من يتطوع كل من يرغب في تقديم دروس سواء في الدروس المتلفزه ولا في المنصات الافتراضيه فالمجال مفتوح وفي الخير فليتنافس المتنافسون. وفي نفس الوقت زاد أمننا احنا كوزارة التربية أمننا نوع من ما نقولش التوجيه أمننا نوع من التحفيز ليضمن لنا حد أدنى خاطر انا كي نعمل دعوة للتطوع طبعا احنا معولين على الروح العالية للمربين وناس متجندة في خدمة بلادها لكن في نفس الوقت احنا اخذين احتياطاتنا معناها في ان العملية ما تكونش فقط هكذا دعوة عامة للتطوع. فحركنا معنا آلياتنا في التوجيه والتحفيز مع خاصة عبر السادة المتفقدين الواقع والسادة المتفقدين في علاقة بالسادة الأساتذة والسادة المعلمين وبدت العملية كما قلت في ظروف الحجر العام الناس متطوعة والناس أنا مدري فاتت وعلى فكرة نشكر حتى ناس حتى مش حتى بخلاف الأساتذة والمعلمين والمتفقدين أنا مدري فاتت شوف في شباب متطوعين معانا يحكوا لي في قصه معناها ما ضبين احكيها لكم انكدوت معناها واحد متطوع تصوروا جي من القيروان ستوب في كميون جيش والناس شادة ديار يعني فعلا توانسه فيهم روح التطوع وفيهم يعني توانسه في بعض محن خرجوا افضل ما فيه. فاحنا عولنا على الروح هذه وبدت كما قلت معناها أمننا معناها ما يساعدنا على عملية إطلاق التلفزة التربوية وإطلاق منصاتنا الافتراضية مجددا اللي هي موجودة عندنا في الواقع حينا وأضفنا مضامين كما قلت القاعدة هو التطوع والواقع ما خذلوناش معناها وما خذلوش بلادهم المربين عموما من متفقدين من أساتذة من معلمين كانوا على ذمتنا ولا زالوا راه ما زالت الناس تسجل تو. بالنسبه للعلاقه بين العلاقه بين هما المفروض مفصولين معنا. والمفروض التلفزه الوطنيه كما قلت تغطي الاقسام المعنيه بالامتحانات الوطنيه بينما المنصات الافتراضيه تغطي كل المستويات لكن مش معناها ما بينتهم مش نفس المضامين لا طبعا مش نفس المضامين لكن مش معناها ما ثماش شويه يجرى معناها لنزوه في التلفزه راهو من بعد باش ننزلوه على منصاتنا الافتراضية معنا. أي تفضل. هنيكم بالعروض الجديد وهني وراحنا وهني وبس كل إن شاء الله إنه ما يكونش كلام ده يكون حتى أسر يتابعوا المحاضرة لكن الأسر اليوم مسؤول عن المركز اللي عندهم ومناظرات وطنية وكورية وأيام واستكمال سنة دراسية اليوم الوزارة تطلع. به. إحنا في السؤال هذا أنا جاوبت عليه برشا مرات معنا. لا ثماش نهائية اللي جا ثماش إجابة نهائية. باهي لحظة عاد خلينا نجاوب على السؤال هذا. في نفس السياق باهي. سنوات الأخيرة المناظرات مش عارف المناظرات الوطنية ولا كان ما تكونش
حتى سيد وزير على الاتجاه العام تاع القناه التربويه أي. قلت له مش تختصر في مرحله اولى على السادسه والتاسعه والبكالوريوس وبالتالي انتم قاعدين معناتها الى حد ما هي الاجابه امبليسيت معناتها تقول لنا راه فما امتحانات وطنيه وما فماش وهذا يقودنا لسؤال اخر سيد وزير يعني وكانه معناها فماش اجابه الى حد الان على التعليم الاساسي والثانوي والابتدائي هل انه سيتم الاختصار فقط على الثلاثي الاول والثاني هل الى حد الان يعني في صوره تمديد يعني الحاجة الصحي هل حسمت وزاره الخارجيه موقفها من جمله هذه القرارات التي قررته باش تختصر على الثلاثي الاول والثاني وفي خصوص الامتحانات الوطنيه؟ باهي انا باش نجاوبكم باش نحكي لكم طرفه صغيره من التاريخ الانساني من تاريخ بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه. تعرفوا انتم وينستون تشرشل معناها القائد البريطاني الكبير كانوا المواطنين ديما يسالوا السائق بتاع تشرشل وين يتلاقوا معاه يقولوا له بربي السيد رئيس الوزراء قالش وقتاش تكمل الحرب؟ يقولهم لا ما قالش. يقالش حاجه على الحرب؟ يقولهم لا ما قالش. سالوه المره الاولى والثانيه والثالثه والعاشره مرة من المرات قام قالوا له سألوا الشوفير قالوا له السيد رئيس الوزراء قالش حاجة قام اليوم قال قالوا له اش قال قام تلفت لي وقال لي بربي وقتاش تكمل الحرب. المقصود علاش مش إجابة نهائية أو مش إجابة باتة بمعنى ثم معطى وخياني ما يتحكم فيه حد راه لا وزارة التربية ولا وزارة الصحة ولا رئاسة الحكومة. ثم المعطى الوبائي الإنسانية تعاني في وباء غير مسبوق حتى الليميتاسيون اللي عاملها مش فاهمتها عملتها. دونك وقتاش بتكمل الحكاية هذه؟ إن شاء الله تكمل على قريب إن شاء الله شدة وتزول قريب لكن حتى واحد ما عنده الإجابة الباتة وقتاش باش تكمل. دونك وزارة التربية اش ينجم يكون عندها؟ طبعا وزارة التربية نقصد هنا زادة وخياني بالتفاعل مع وزارات تتقاطع وياها التعليم العالي والتشغيل والتكوين اللي حتى هم عندهم سنة تكوينية كيفنا معنا وعندهم امتحان إلى آخره وبتقاطع من مع وزارة الصحة اللي عموما عندها التقدير أو هي الأقدر ربما من الوزارات الأخرى على تقدير تطور الوضع الوبائي سلبا أو إيجابا وأيضا في تفاعل مع الحكومة ورئاسة الحكومة لتقدر وقتاش نرفع الحجر وقتاش ما نرفعوش إذا بنرفعه تدريجيا وبنعمل حجر سيبلي كيفاش. هذا لحظة بالله لحظة ما ثماش قرار أنا عضو في الحكومة راه أتحدث أي تاخذ قرار لها ان تاخذ ما تشاء في القرارات والمسارات اللي تعاملت بها الدول مع الوباء حتى بخلاف تنظيمها للسنه الدراسيه لا حتى تعاملها في مع طريقه يعني في اليات التوقي ما كانش نفسه والانسانيه كانكم تلاحظوا فيها تجرب ثم بعض الدول عملت اليات وبعد اتضحت ان الاليات قد تؤدي بها الكارثه فغيرت من بينها دول العظمى على فكره. دونك اللي حبيت نقوله شنو هو وزارة التربية تتابع الأمر بدرجة عالية من اليقظة وتعد لكل السيناريوهات وإحنا ذكرنا في وزارة التربية مجموعة من السيناريوهات الممكنة لو صار كذا إيش نعمله لو تأجل الأمر كذا إيش نعمله ولكن ذكرنا بضوابط وهذا الأهم رأى ذكرنا بضوابط هي اللي تحدد لنا إيش نعمله. الضابط الأول شنو هو صحة التوانسة هي الأول وكي نقولوا صحة التوانسة راه وزارة التربية معنية مباشرة بزوز ملايين وثلاثمائة ألف تلميذ مباشرة هذا وطبعا كي نقولوا بزوز ملايين وثلاثمائة ألف تلميذ معنى بكل العائلات التونسية وفي صحة التوانسة ما نلعبوش راه خطر التربية والتعليم والاقتصاد والثقافة وكلها أدوات لخدمة البشر إذا بنحط البشر في خطر كلها تصبح ما عندها حتى قيمة وكما تشوفوا انتم حكومه حبست البلاد ووقفت الاقتصاد باش نحافظوا على صحه التوانسه وزاره التربيه زاد لا تشذ عن هذه القراءه العامه ان صحه التلامذه وصحه التوانسه هي القاعده الاولى
كي يرجعوا لاباس تو نلقوا حلول كل شيء، نلقوا حلول لكل شيء. وحتى التواريخ انا قلتها ونقولها مجددا، التواريخ هذه نتاع نهايه بدايه السنه ونهايتها راهي مش تواريخ مقدسه، راهي دي كونفونسيون عملوها البشر، مواضعات واتفاقات عملناها باش ننظموا. دونك يمكن لنا التصرف، ما نعملوش حالتها لا. الضابط الثاني زاد انا قلت للتوانسة ونقولها مجددا، ما ثماش سنه بيضاء، خافوش من ناحيه هذه، وما ثماش زاد ارتقاء الي تولي العمليه التعليميه مغشوش، لا باش نحافظوا على جديه العمليه التعليميه، باش نحافظوا على مصداقيتها ومصداقيه امتحاناتنا. المساله الاخرى زاد لا تفريط في الامتحانات الوطني، مش بالشفرط، وخاصة بالترتيب نحكي على البكالوريا وبعدها على التاسعة والسادسة. وعلاش البكالوريا قبل؟ بالضبط خاطر إجبارية، زوز أخرى اختيارية، والبكالوريا عدد اللي عدوها أكثر بكثير من زوز أخرى. هذا معيار آخر. معيار ثالث هو الإنصاف، رانا بنمتحنوا تلامذة على قروف فعلا، وراو بنمتحنوا تلامذة وفق قاعدة تكافؤ الفرص. هاك علاش احنا وقت اللي حكيت الناس على التعليم عن بعد وعلى التعليم عن بعد واستعملوا التعليم عن بعد، قلنا لهم واش خص، واش خص البلاد مجهزة تقنيا ولوجستيا بما يكف لنا ان كل تونسي أو كل تلميذ تونسي عنده إمكانية النفاذ للفضاء الافتراضي وفي ظروف متشابهة. لكن احنا هذا ما عندناش. هكا علاش الدروس الافتراضية عملناها للدعم، وحتى الدروس التلفزية للدعم، ماهيش بديل على الدرس الحضوري. دونك باش نضمنوا تكافؤ الفرص. تقول لي أنت هاكم ركزوا على الامتحانات، طبعا بنركزوا على الامتحانات الوطنية ما راح تشك. باقي يعطيك صح، باقي المستويات احنا مركزين نفس التركيز، لكن الصعوبات والرهانات في الامتحانات الوطنيه مختلفه واعلى. بمعنى ما هو سر، معناه اذا اجبرتنا ظروف الحجر الصحي على ان نعلن انتهاء السنه الدراسيه فيما يخص الاقسام الاعتياديه فسنعلن ذلك في الابان، وما عندناش مشكله لأن عندنا آليات للتقييم والامتحان، وأصلا قيمنا احنا تلامذة عملوا تريمستر الأولى وعملوا تريمستر الثانية. باه فيما يخص البرنامج وحفاظا على المكتسبات ماهوش مشكل زاد كبير، يمكن اللي ما يكملوش السنة يؤخذوا في الاعتبار بداية السنة القادمة، وبداية السنة القادمة يخصص الوقت الضروري لتدارك تلك الفجوة بحيث أن ما نقطعوش سلسلة التعلمات. معناه ما نبني كان على اللي تبني قبلها. شوف نعرف لا شوف 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 انا وقت اللي قلتوا لي اعطينا اجابه باتوا نهائي قلت لكم ما ثماش نهايه، انا مانيش نعطي فيكم في قرار، مانيش نعطي فيكم في قرار، يعطيك صح نعطي في سيناريوهات. وحتى اللي تحكي فيه، حتى اللي تحكي فيه، اولا شوف، اولا ما ثم حتى حل باش يرضي الناس 100%، خاصة وانا نحكي في حلول استثنائية، راه مانيش نحكي في حلول متاع واحد مرتاح واخذ راحته، نحكي في حلول استثنائية لإنقاذ السنة الدراسية وإنقاذ الامتحانات الوطنية من جائحة تهدد بأن تأتي على كل مفاصل الحياة الاجتماعية. هذا أولا. ثانيا حتى هذا فيه إمكانية المعالج، طبعا بشكل افتراضي كل واحد ينجم يقول إيه كان خليت لي الثالثة راني تحسن، مو سي با ايفيدون راني تحسن، لكن حتى هذا ماهوش غايب على 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 خبراء وتقنيي ومتفقدي وبيداغوجي ومعلمي واساتذة وزارة التربية، ماهوش غايب. يعني وزارة التربية هاجسها ديما هو المصلحة الفضلى للتلميذ، يعني هذا المعايير هذه كلها راعوا فيها.
لكن مع ذلك كما قلت هذا السيناريو من السيناريوهات الممكنة، يمكن تحسينه، يمكن ترميمه، يمكن يعني معالجة الثغرات اللي فيه، ولا يمكن الالتجاء لسيناريوهات أخرى. المهم أنا قلت حبيت نقول راه وزارة التربية اطمن مجددا التوانسة، راه المهم شدوا دياركم، حافظوا على صحة أولادكم، استغلوا هالفرصة هذه في أنكم تحفزوا أولادكم على المطالعة وعلى المراجعة، وأنكم معناها يتلهوا في أنشطة مفيدة وأنشطة تثقيفية، خاطر نعرفوا الحجر هذا يطلع التونسيون ويكثر ستريس، وربما معناها يعمل شوية مشاكل نفسية وحتى اجتماعية. طبعا طبعا الناس تحكي على إحصاءات العنف العائلي ارتفع المدة الأخرى، خاطر الناس محصورة ومضغوطة وعندها مشاكل إلى آخره. دونك وجهوا تليم ذات للقراية، للمطالعة، للتلفزة التربوية، للمنصات الافتراضية، وما تشغلوش راو نهار لي تزول هالأزمة، وإن شاء الله تزول قريبا، راو وزارة التربية عندها الحلول وعندها المعالجات العادلة والمعقولة لكل هذه الوضعيات.